السلام عليكم، صباح الخير الإخوان. قلنا هذا الصبح هذا عاوتاني ما نطولوش على الأحرار الحرائر، نوصلو لهم عاوتاني ميساجات ديال هاد السيمانة هادي، لابد خصنا نهضرو على هاد الشي هذا. السلام عليكم ورحمة الله. مصطفى مزور بركاته، أزول أزول ولن أزول، تحياتي لكم الإخوان الأحرار والحرائر. كما كتشوفوا هنايا عندنا واحد الفيديو ندوزوه لكم خفيف، ما فيهش بزاف، واحد دقيقة و50 نترجم باللغة العربية باش يفهموا الإخوان واش كيقولوا القنوات الأوروبية على النظام الديكتاتوري العلوي. هذا الصبح هذا قلنا لابد نهضر، واخا عارفين الناس خدامة وهذاك، حتى أنا كنخدم. مهم، ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو هذا المشكل اللي راه واقع في الدولة المغربية، وهذا هوبال السادس ولا محمد السادس اللي الكرون ديالو ما بغاوش كاع يهودو في الأرض. كما كتشوفوا آخر الأخبار اللي خرجت اليوم الإخوان، هي شو واش تكتبوا؟ المغرب يقطع طريق أمام ألمانيا وإسبانيا لاستغلال هجرة القاصرين. المغرب، شوفوا الفيلم ديال المغرب في الرواصل. السادس الصهيوني، شكرا للأخ الصحراء، شكرا، تحياتي للناس ديال الصحراء. والله إلا بز عليكم بالله العظيم، إلا طيبتوا له القلب، طيبتوا له، بردتوا لنا فيه الفقايع في ذاك هوبال السادس. والله العظيم ديك الأغنية اللي كانوا يغنيو الواد وادي يا سيدي، يضحكوا على هذاك، هو الواد عادي يديوهم واليه الصحراء. هذا الميساج اللي نقول لكم، هذه كتشوفوا هنا المغرب يقطع الطريق أمام ألمانيا وإسبانيا لاستغلال هجرة القاصرين. المغرب خرجوا الكرون هذا الخبر هذا، قال لك زعما بغى يقطع الطريق على ألمانيا وإسبانيا. مالو هاد، مالو هاد محمد السادس، مالو؟ كل التضامن، التضامن. شكرا للاخ بالصحراء، قال لك نتضامن مع الريف، والريف كيتضامن مع الصحراء، مع الجزائر، مع الاخوان في الداخل، مع الشعب، مع جميع الشعوب كندافع. وشكرا للاخوان، انا كنقولها لكم والله الا نحيي الناس ديال الصحراء بالله العلي العظيم. فاش كيعجبني الاخوان، عاد غادي نهضروا على هذا الفيديو هذا، واش كيعجبني في الاخوان ديالنا ديال الصحراء، واش كيعجبني فيهم؟ ما كيهاجموش الشعب، ما كيهاجموش الشعب ابدا، كيهاجموا العياشه والعلوي محمد السادس. جميع المباشرات وهذاك الحوايج اللي كنشوفهم من الخدمه ديالهم، ومن كتشوف تقرا الجرائد وهذاك، موجهه كل الاتهامات للعلويين، العلويين والمخزن ديالو والعياشه. ما كيهاجموش الشعب، يعني هاد الناس كيبغيو الشعب عندهم القلب خالص ونزيه، ماشي بحال النظام الديكتاتوري اللي كنقولوه حنايا على النظام العلوي. العلوي كيقولوا حتى الاخوان ديالنا في الصحراء على النظام العلوي والمخزن ديالو والعياشه ديالو نفس الشيء. هنا الاخوان، المهم ندخلوا في هذا الموضوع عاوتاني تاع المغرب يقطع الطريق امام المانيا واسبانيا لاستغلال هجره القاصرين. المغرب بغى يدير الضغوطات، زعما المغرب صافي محمد السادس فين راه، فين راه هذا محمد السادس، فين راه هذه اعلى سلطه في البلاد، فين راه؟ الناس كتموت في البحر ما يخش يهضر، العالم كامل كيهضر عليه هو ما كيهضرش، فين راه هذا السيد هذا؟ قال لك لا راه ماشي هو اللي اعطى الامر، الشعب نحترموه ولكن السادس. هو الاخ قال لك، ها الاخ، الناس في الصحراء، الهضره اللي قلت لكم، قلت لكم الناس ديال الصحراء كيهاجموا النظام العلوي والمخزن ديالو والعياشه، او ما قالوا لك الشعب نحترموه ولكن السادس والعياشه لا. الهضره اللي قلنا مصادق عليا من عند الاخ ديالنا من الصحراء، يعني اللي كنقولوا يقول لك الصحراء ولا هذه كل هذيك، هذوك خوتنا وعزاز علينا ودائما عزاز، وراهم من كتشوفهم يضربوا في العلويين والنظام وهاد العياشه، يعني نفس الطريق اللي راحنا الحرب ديالنا والحرب ديالهم واحده، هو النظام العلوي.
السادس عيش الشعب مسكين جيعا. وشكرا الاخ هزول ولا نزول. المهم قال لك المغرب بغى كل شيء، هذا الشيء مهم اللي قلناه. المغرب يقطع الطريق امام المانيا واسبانيا. من هما الدبلوماسيات ديال المغرب؟ المانيا السفيره قال لها رجعي المغرب، السفير في اسبانيا، السفيره في اسبانيا قال لها رجعي، السفير في المغرب ديال اسبانيا قال له رجع للبلاد ديالك، المشاكل مع الجزائر مالو هاد. ولكن واش هذا يعني؟ هذا يعني باللي النهايه ديال الهبل السادس وصلت. غادي نخرج لكم الاخوان، واخا ما كاينش هنا، نوصل لكم واحد الفيديو اللي داروا فيه المجهودات الاخوان ديالنا، نحييوهم، نديروا هذا الفيديو هذا وعادي تشوفوا واش عنده هاد محمد السادس. ها هي، عاش الشعب ولا عاش من خانه، تحياتي. اسمحوا لنا، ها هي، من هو محمد السادس؟ كتشوفوا من هو محمد السادس، غادي نديروا لكم. ملك المغرب حصل على السلطة بعد وفاة أبيه في عام 1999. صافي، فاهمين عليه. وهو معروف جيدا بالطموح الاقتصادي. للثروة التي راكمها طوال تلك السنوات في السلطة، قال لك الثروة ديالو، علاش كيحط ثروات في أوروبا؟ أوروبا كيشوفوا. Por la fortuna que ha ido acumulando a lo largo de sus años en el poder, la revista Forbes dice que tiene. شوفوا، تقول مجلة فوربريس إن لديه ما يصل إلى 5000 مليار ثروة. 5000 مليار، هذه غير اللي مصرح بها. شوفوا الإخوان، هذه المجلة من عادي تجيبها، ما عاديش دوك المجلات ديال هيسبريس ولا اش كاين، ولا هاد المجلات كيتبعوا المصادر، لحقاش يتحاكموا في أي حاجة إلا يخرجوا الأخبار غير هكيك على هاد الحاكم الظالم. شوف الشعب، شوف هذه الأخبار اللي كيهضروا عليه العالم كامل، وانتو مالي ها، قولوا الله يزيد له، الله يزيد له فوق 5000 مليار، قولوا الله يزيد له عاود تاني. عرفتم شحال فيها 1000 مليار؟ كل مليار 1000 مليار، 5 ديال المرات 1000 مليار، باش نفهموا عباد الله. شوفوا شوفوا الإخوان، شوف شوف، أن لديه ما يصل إلى 5000 مليار ثروة. وأوضحت الصحيفة سبب إجراء تحليل لكيفية وضع ملك المغرب. شوف، الذي له هذا اللي رسمي، الرسمي الإخوان اللي خارج، الذي له 12 قصرا و1000 خادم على مدار السنة. واش عرفتوا على المرة انا نهضروا هنا؟ نهضروا على واحد الطاغية، رانا نهضروا على فرعون الزمان. كاين اللي يقول لك علاش انتم كنتوا تكرهوا، علاش هذا الحقد؟ علاش الحقد؟ هو اللي حقد. 12 قصر، واش عرفتوا القصر كي داير؟ كاين القصر اللي كيضرب بفاس المكناس، عنده الواد ديالو بفاس المكناس. ايوا انت يا دير 12 قصر غير هيها في ديك الدولة هذيك. ايوا ها هما الاخبار اللي يقول لك انتم كتكذبوا. هاد الناس هادو كيقول لك ها واش تا عنده، حتى ديال بلجيك كيبينوا القصر ديالو واش تا عنده. الملك ديال بلجيك ارى عنده واحد القصر، ها فين ها فين، معروف في بروكسل، ما يقولكش عنده 12 قصر ولا هاديك يحاسبوه. ولكن حنايا الدولة فقيرة، الناس كتموت في البحر، وكيقول لك الطاغية هذا ما بغاش يحبس. يلا شوفوا نزيدوا. مليون يورو يوميا للدولة المغربية، كيخسر مليون اورو الاخوان. واش عرفتوا ولا ما عرفتوش؟ عرفتوا ولا ما عرفتوش؟ كاين اللي يقول لك علاش نتوما، ايوا هكا راكو حزتوه، فين حسيت نعطي للشعب مليون اورو في النهار؟ واش عرفتوا واش هي مليار مغربية؟ مليار مغربية في النهار اللي كيخسر هذا السيد هذا اللي سميته هبل السادس، اللي كيقول لك الإمارة ديال المؤمنين. شوف الإمارة ديال المؤمنين،
شوف واش الامير الامراء ديال المؤمنين قبل واش كانوا هكا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام واش كان هكا، واش كان عنده الفلوس في البنكات؟ واش كاين شي حديث كيقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 1 مليون يورو؟ ما كان عنده والو، عاش فقير مات فقير، كل شيء كان نموتو فقراء، حتى واحد ما يدي معاه شي حاجة. شوف هذا واش كيخلي 1 مليون يورو al estado marroquí para que te hagas una idea es لإعطائك فكرة أنها مملوكة لشركة قابضة لديها شركات اتصال وشركات تأمين وفنادق. يعني الشركة ديال الاتصال ديالو، الشركات ديال التأمين ولا لاسيرونس كيما نقولو ديالو، لوتيلات ديالو. propietario de un holding empresarial que tiene empresas de telecomunicaciones, aseguradoras, hoteles y a pesar de ese holding empresarial que posee la familia real marroquí, además recibe قالك العائلة الملكية يتلقى 250 مليون أورو سنويا من الدولة المغربية لتغطية نفقاتها. شهاد القصور وهذه العائلة الملكية هو الخبر على المجلات العالمية كيهضروا عليه، كيقول لك ودي هذا السيد كيخسر 250 مليار مليون أورو كل عام، يعني كل يوم عنده 1 مليون أورو. 1 مليون أورو في النهار ضربها في 365 مليون، كتجي لك واحد. لو كان تبقاو ديروا الحسابات بنادم يتلف، هذه غير اللي كيدي اللي يديها ابارت. شوفوا الاخوان 250 millones de euros al año del Estado de Marruecos para sufragar sus gastos, pero no se queda ahí la cosa. لكن الشيء لا يبقى هناك. قالك ماشي غير داك الشيء ديال 250 مليون مليار في العام، البعض انه به اهواء باهظه الثمن الحوايج اللي كيشري. قال لك يعني ما كتدخلش للعقل ديال Es un الانسان. rey, algunos dirían que tiene caprichos caros. 600 coches. Se gasta 2 millones. 600 سياره وينفق 2 مليون يورو سنويا على خزان 2 ملاير 2 ملايين اورو بيع الكسوة ديالو. الكسوة فهو يحب شراء الملابس، يعجب له يشري الكسوة. شفتو ديك الجلابة اللي كيخرج عندكم بها يقول لكم أمير المؤمنين؟ يمشي يضرب لك الجينات في كندا، يضرب لك تريكويات. مش حال ماشي الكسوة عادية، 2 ملايين أورو سنويا على خزانة ملابسه فقط. فهو يحب شراء الملابس كثيرا. 600 سيارة، هذه غير اللي مصرح بها الإخوان. De euros al año solamente en su vestuario le gusta mucho comprar ropa y tiene además de uno de أكبر يخت في العالم، عندهم أكبر يخت في العالم. شوف أفقر شعب وأكبر يخت في العالم. وشوفوا شوفوا الأمراء de عادين. los yates veleros más grandes del mundo, una colección de relojes. ولديه مجموعة من الساعات من بينها قطع تزيد قيمتها عن 1 مليون أورو. ساعة قالك السوايع ماشي غير ساعة، ساعات حنا كنعرفو غير واحد الساعة بمليار و200. ها هو شكرا للأخ. قالك ويجي يقول لك أين الثروة؟ ها هو الله يحفظكم الأحرار والله العظيم. إلا كتقولها كتقول لابد نشوف في الأحرار، شوف التعليقات. قالك ويجي يقول لك فين راه الثروة؟ ولديه مجموعة من الساعات من بينها قطع تزيد قيمتها عن 1 مليون أورو. ساعات، ما عندوش الساعة اللي كتهود على 1 مليون الأورو. أسماع الشعب. وشكرا للأخ جواد اللي قال لك كيقول لك فين راها، أين هي الثروة. ها هو قال لك يستاهل موس واحد. قال لك المشكلة في بعض المغاربة، قال لك هذا كاين اللي فيه الحسد في القلب ديالو، الله يستر ويحفظ، يقول لك يستاهل. ما يستاهل واحد السيارة، زوج، ثلاثة، أربعة، 600 سيارة، 49 قصر. ولكن زيدوا له انتوما، زيدوا له، ديروا له يستاهل واحد. ولكن كاين الأحرار هنا الله يحفظكم. المشكلة في بعض المغاربة العياشة لا يفهمون مكلخين عندما يتكلم حر من الأحرار يقولون انفصالي أو خائن. شكرا للأخ اللي في الصحراء. قال لك مين كيهضر شي واحد يقولوا له انفصالي. شوف شوف ولديه مجموعة من الساعات من بينها قطع تزيد قيمتها عن 1 مليون أورو. تحياتي الأخ، شكرا أبو نهب، شكرا الأخ سعيد الحق، تحياتي لك. ساعات الإخوان، شوف الساعات والله حتى
La ilaha illallah, safi, shufu el ikhwan, entre shufu. los que hay piezas de más de 1 millón de euros. Tiene de todo, vamos. En el pasado se ha hablado incluso de regalos. في الماضي تحدثوا عن هدايا محمد السادس لإخوان كارلوس. أشوف شوفها أشوفها الإخوان، أرسل لي ذلك الموقع، تحياتي لك. شكرا الأخ مصطفى يمزون. شوف، في الماضي تحدثوا عن هدايا محمد السادس لإخوان كارلوس. شوف الفضيحة، شوف الفضيحة، لعنة الله عليك يا هبال السادس. شبعت فلوس الشعب ديالك، شبعت وليت تعطي الملوك والرؤساء ديال العالم تعطي لهم. تحدث وقال لك عن هدايا محمد السادس لاخوان كارلوس، ما بغاوش كاع يجبدوها. ما فوش تا كاين تما، علاش عادوا؟ والله علاش الشعب ديالك تعطي له القالب ديال السكر، تعطي له 5 يترو ديال الزيت. لعنة الله عليك ايها الظالم، لعنة الله عليك في هذا نهار الجمعة وجميع الايام، لعنة الله عليكم. هذا اللي بغى يكتب تصفيح ديال الهضره ولا غير يكتبها. هو في الماضي تحدثوا عن هدايا محمد السادس لاخوان كارلوس، يعطي الهدايا وياك والشعب كيموت، الشعب كيموت. لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم. Del rey Mohamed VI a Juan Carlos I o a Corina Larsen, y eso es lo que todavía la justicia tiene que aclarar. Recuperaba el. اسمحوا لنا الإخوان، اسمحوا لنا نقلبوا منا هذا الشيء. هذا مين كتشوف هذا الشيء؟ هذا الخبر، هذا قال لك هذا هو أن العدالة لا يزيد يتعين توضيحها. قال لك الحوايج اللي كيدير اللي كيعطي هذا السيد، هذا هو اللينك اللي بغى يدخل. واحد الأخ قال لك هذا الشيء، تدخل الأخبار نتاع إسبانيا موناشي، ديروا غير هاد لادريس هذا اللي كاين. الاخ اللي قال لك دخل الاخبار نتاع اسبانيا، دير هاد العنوان هذا اللي هنا الفوق، هذا لا بيرفكتورا، ودخلها تما اسبانيول. عادي تقرا، عادي تسمع الفيديو كامل. الفيديو فيه 10 دقائق، تستحق انه متاكد من شعبنا، من استحق بزاف الاخوان بزاف. لحد الان درك من كتفيق نتايا وكتجبر الاخوان ديالك كيديروا يترجموا لكم. شوف الاخوان كيترجموا لكم باللغات، اللغه العربيه، باش تفهموا، باش تعرفوا. ها الاخوان، حنا راه ما كنخرجوش وكنظلموا هاد الناس هادو، راه هاد الشيء بزاف. واش هذا اللي غادي يعطي الحق؟ واش هذا هو اللي غادي يعطي المطالب للشعب؟ واش هذا هو اللي يعطي الاخوان ديالنا في الريف الحق ديالهم، الاخوان ديالنا المغاربه الاحرار والاطلس وفاس ومكناس، والناس يعطي لهم الحق ديالهم؟ واش هذا هو هذا عدو الله ديال محمد السادس اللي كيعطي هبال السادس؟ ماشي عدو، هذا هو. راه مين كتجي تشوفها الاخوان، مين تشوفها هي، نعاودو لكم واحد الشويه، نعاودو لكم، لا بد نزيدو نعاودو لحقاش هادو في الاعاده. En el plano económico, por la fortuna que ha ido acumulando a lo largo de sus años en el poder, la revista Forbes dice que tiene hasta 5.000 millones de euros de fortuna y contaba la razón haciendo un análisis de cómo es la figura del rey de Marruecos estos días, que posee 12 palacios, 1.000 sirvientes durante todo el año que le cuestan 1 millón de euros al día al Estado marroquí. Para que te hagas una idea, es propietario de un holding empresarial que tiene empresas de telecomunicaciones, aseguradoras, hoteles, y a pesar de ese holding empresarial que posee la familia real marroquí, además recibe 250 millones de euros al año del Estado de Marruecos para sufragar sus gastos. Pero no se queda ahí la cosa. Es un rey, algunos dirían que tiene caprichos caros. 600 coches. Se gasta 2 millones de euros al año solamente en su vestuario. Le gusta mucho comprar ropa y tiene además de uno de los yates veleros más grandes del mundo una colección de relojes entre los que hay piezas de más de 1 millón de euros. Tiene de todo, vamos. En el pasado se ha hablado incluso de regalos del rey Mohamed VI a Juan Carlos I o a Corina Larsen, y eso es lo que todavía la justicia tiene que aclarar. Recuperaba el español al hilo de unas declaraciones de Corina al comisario Pilla. أول إخوة، صافي الرسالة ديالنا راهو وصلت.
من كتنو تهضر على هاد عدو الله، ها هم هو البيان وتبينوا، ها هما ها هما اللي يقول لك اذا الى خرجوا الناس قال لك اعطي الحق ديالو، اعطي الحق ولكن الحق ديالو كيفرق الكادويات، قال لك ساعات بالملايين ديال الاورويات، قال لك طوموبيلات 600 سياره غير محطوطه غير مرميين. من كتنو تهضر نتايا يقول لك هما انفصاليين. هاد الدولة النهاية ديالها بل السادس وصلت، النهاية ديالو وصلت. نحيي الإخوان ديالنا الصحراء، نحيي الإخوان ديالنا في الريف، نحيي الإخوان ديالنا المغاربة الأحرار، حنا كاملين شعب واحد. واخا نقولوا الانتماء ديالنا الريف ولا الصحراء ولا مراكش ولا، كاملين شعب، شعب يعاني. باش كيعاني؟ يعاني بهاد العلويين وهذا النظام الفاشل الديكتاتوري، كيعاني بهذا الشيء، بهذا السيد اللي كيشري القصورة والناس كيموتوا بالجوع، ما عندهم مجبروا ما كياكلوا، ما كي مجبروا ما كياكلوا. شكون كيبغي يحكم عليه واحد الحاكم ظالم؟ شكون كيبغي يحكم عليه واحد الحاكم كيدير يخسر مليون الاورو في النهار، مليار مغربية كيخسرها في النهار، كيفاش بغيت يحكم عليك؟ ومن كتهضر كاين واحد الشعب كيقول لك الله يزيد له وياك، والله يزيد له في السيئات. هذوك راه سيئات، هذوك يوم لا تحمى عليهم في نار جهنم. كاين اللي يقول لك الله يزيد له، الذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سوف يحمى عليهم في نار جهنم، يحمى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لكي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، عرفتوا هذه الآية؟ راه اليوم الجمعة، ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. تكوى بها جنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كي تكواو بدك كسميتو بدك الذهب وداك الفضة، يتكوى يحمى عليهم في نار جهنم والعياذ بالله. في النار ديال جهنم ما تبقى تحمى وتبقى تدوب عليهم على الأجناب ديالهم. هذه آية، آية من آيات الذكر الحكيم. واللي كيقول لك الله يزيد له، ها فاش يزيد له؟ قرا الايات والذكر الحكيم وشوف واش راك تقول، شوف واش راك تقول انت يا اللي راك كتعيش لهذا السيد، هذا السيد هذا اللي كتركع له وكتهود 700 درجه تما تحت باش تبوس له الرجلين ديالو. سير الله هنا تصل ولا فصيله يا الشيا. كاين هذا اللي راه كيسب ولا ما عليش ما عليكش، والله العظيم الا سمحت لك انا كنقولها دائما، والله يا انتوما العياشه علاش ضحايا؟ ضحايا الا انت هي ما عندك ما تاكل، وكتقول له واحد اللي عنده الملايير كيخسر مليار في النهار تقول له يزيد له، راه الله يحسن العون، ما راكش عادي في العقل ديالو. ونطلبوا من الله تعالى الهدايه واللي يردك للطريق، يمكن لديك الدراسه وهذيك الدوله راه الله يحسن العون. من كتبين لك باللي هذا امير المؤمنين، هذيك راه حاجه اخرى، تعرف باللي الناس ديك الدوله هذيك ما وصلتش. انت غير عساس في القنصليه جرى عليكم هذا عادي الامام قال لك سيدي انت غير عساس في القنصليه جرى عليكم بالاوباش. حسبتنا الاوباش الاخ عادي الامام ولا خرجتنا عليك ولا باغي نهضروا لك على القنصليه؟ العياشي ولا محمد السادس هو اللي غير الاعلام ديال اليوطي في الارض يخرج له العقل، ما تضربوه ما تسقلوه ما والو، هذا غير واحد الجواب عليك انت. ما عادي تخرجنا على الموضوع ديال هذا هبال السادس، عادي نعاودو لك مين قلت هكا، عادي نعاودو للاخوان صبروا نعاودو لكم هذا الفيديو، لحقاش دخلوا الناس عاوتاني نعاودو لكم هذا الفيديو، زيدوا سمعوها الاخوان، زيدوا سمعوا سمحوا لا غير صبروا معنا اللي دخلوا تما، شوفوا مزيان هكا سمحوا لنا. لا هي Mohamed VI, rey de Marruecos. Él llegó al poder tras la muerte de su padre en 1999 y se le conoce por ser muy ambicioso, sobre todo en el plano económico, por la fortuna que ha ido acumulando a lo largo de sus años en el poder. La revista Forbes dice que tiene hasta 5.000 millones. خمس ملاين عاودوكم من جديد، ها هي اللي بغا يتفرج. شوف سمعوا 5000 الاورو، هاد الناس كيقول لك الله يزيد له، سبحان الله. De euros de fortuna y contaba la razón haciendo un análisis de cómo es la figura del rey de Marruecos estos días, que posee 12 palacios, 1000 sirvientes. قال لك 12 قصر و1000 خادم على مدار السنة يكلفه ذلك، على طول العام خدامين هاد القصور، على طول العام العساسة ديالهم واللي عند الباب واللي كيركع له إبراهيم غالي.
الذي له 12 قصرا و1000 خادم على مدار السنة يكلفه ذلك. شوف الإخوان، شوف قالك على مدار السنة durante todo el año que le cuestan un millón de euros al día مليون al الأورو كل يوم. علاش 12 قصر؟ دير هذوك العابد اللي عند الباب، ودير هذوك اللي ركعوا والماكلة ديالهم والعساسة والمخزن، مع راه يكمل في البوليس بزاف، يكثر في البوليس بزاف، علاش؟ راه تزير عليه الحال بزاف، ما ولاش يقدر يخرج. مليون أورو يوميا. ها هي marroquí, para que te hagas una idea, es يعطيك. propietario de un holding empresarial que tiene empresas de telecomunicaciones, aseguradoras, hoteles, y a pesar de ese holding empresarial que posee la familia real marroquí, además recibe 250 millones de euros al año del Estado de Marruecos para sufragar sus gastos. Pero no se queda ahí la cosa, es un rey, algunos dirían que tiene... لكن الشيء لا يبقى هناك، قد يستنتج البعض أنه به أهواء باهظة. قال لك ساعات وساعات، نعاود لكم مع هذا الشيء، وحدين ما بغوش نهضروا على هذا الشيء. يتلقى 250 مليون أورو سنويا من الدولة المغربية لتغطية نفقاتها. الخسارة اللي كيخسر 250 مليون أورو غير انت الدولة، اللي غير باش الزواقات وباش يخلص دوك العساسة وهداك 250، نبلا مليون اورو كل يوم. شوفوا الاخوان، شوفوا تمتع اللي كيقول لك تمتعوا بالعينين ديالكم. شوفوا هذا السيد، هذا شوفوا هذا السيد اللي طغى والشعب كيرميه وكيعطي له بلا الفلوس اللي كتعطي له اوروبا، باللي عندك حقوق الانسان وعندك وعندك. شوفوا الاخوان، millones de euros al año al Estado marroquí. Para que te hagas una idea, es propietario de un holding empresarial que tiene empresas de telecomunicaciones, aseguradoras, hoteles, y a pesar de ese holding empresarial que posee la familia real marroquí, además recibe 250 millones de euros al año del Estado de Marruecos para sufragar sus gastos. Pero no se queda ahí la cosa, es un rey, algunos dirían que tiene caprichos caros. 600 coches. 600 سيارة، 600 سيارة يوديرو نتايا اللي يغسلها، راه كيتغسلو، راكو تعرفو الطوموبيلات ديال 600 سيارة. 2 ملايين اورو اللي قلناها قبيلة، نعاودوها ديال الكسوة. شوف نتايا اللي كيعطيولكم الجلابة وكيقولك الفقر الفقر الفقر، ايوا من عادي تموت عادي يكون عندك. اعطي الرزق لبنادم، اعطي الرزق لبنادم، واش تهضروا على عذاب القبر وتخليو على عذاب القصر اللي راه في القصر، راه عنده ما كتقولولوش واش راك دير. ها هو 600 سيارة وينفق 2 مليون اورو سنويا على خزانة ملابسه فقط، غير على الكسوة، الحطات ديالو 2 المليون اورو. شوفوا الاخوان، Se gasta 2 millones de euros al año solamente en su vestuario, le gusta mucho comprar ropa y tiene además de uno de los yates veleros más grandes del mundo. نزيدو نهضرو على هذا الشيء. هذا العدو ديالنا، العدو ديال الإنسانية وديال داك الشعب هذاك، هو هوبال السادس. دار الإرهاب في أوروبا عمليات إرهابية حتى لهنايا، كلش متورط فيهم، فايت 50% مغاربة اللي كيسميهم اللي يقول لهم راهم هادو يخرجوهم على برا. داروا الدعشاشة من عند محمد السادس، مليون الاورو الاخوان في النهار اللي كيخسر، مليار مغربية في النهار، الشعب ما عنده ما ياكل. كيقول لك علاش الصحراء راه انفصاليين، راه الريف انفصاليين، راه الجزائر انفصاليين، راه اسبانيا انفصالية، راه المانيا انفصالية. مالك يا هوبال السادس، مالك انت يا على قاع الدول ولاو انفصالي؟ انفصالي هو انت، احنا شعب موحد، واخا راه كل واحد يهضر اللغة ديالو، وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن في اختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات لقوم يعقلون. الناس راه الكولور ديالها واللغة باش نتعارفوا مع بعضياتنا، ولكن احنا انفصاليين على الفساد، انفصاليين على الاغتصاب. هذا اللي كيقولوا لك تما، الله يزيد له الله يزيد له، فاش الله يزيد له في دغنيالات اللي كيغتصبوا دوك الولاد، الله يزيد له في هذا الفلوس نتاع الشعب. ومين كيخرج يقول لك اين الثروه، اين الثروه كما قالوا الاحرار والحرائف، فين مشات الثروه؟ مشاش نتايا وبس. ونحيي ونعاود نحيي الاخوان ديالنا في الصحراء، نحييهم، ذاك الرئيس نتاع الجمهوريه الصحراويه شكون بغى يحكم عليه؟ هذا هو السادس، ما كانش كاع شي واحد فوق الارض، اوروبا ما ولاتش تقبلوه كاع،
ولات تقبلوا الاعداء اكثر، دار الاعداء بزاف، غرق راسه صافي، ما بقات له حتى شي حاجه. علاش ما يشفتش هذا وبال السادس 10,000 ديال الناس يصيفطهم للجزائر باش يديروا عليه الضغط؟ ما يقدرش، ما يقدرش. حنايا الشعب متفاهم لغه واحده، عليه يتفاهموا، ما كاينش، ولكن هو عارف فين كيصيفطهم. بصح الجزائر ما يقدرش يصيفطهم تما، ما يقدرش يصيفط 10,000 واحد يقول لهم علاش تجيبوا هذاك اللي كيسميتو السبيطار في الجزائر، علاش تدخلوا الرئيس ديال الجمهوري. الناس حر، حر في القرارات ديالهم. الجزائر واسبانيا والمانيا، واش صاحبك عادي تعيط تقول جي دير لي هذاك في الحبس يديروا لك هذاك في الحبس؟ واش تعيط تقول لهم جيبوا لي فلان بالالمان، جيبوا لي فلان بلجيك، جيبوا لي فلان؟ اكمل لك ذاك الفيلم، ذاك الفيلم من كنت كتكذب بكري، كنت كتكذب وتقول لهم عندي الحقوق وعندي هذيك وعندي هذيك. هذيك تما اللي الناس كانت بيني وبين، ما درك راه وصلت. والفضل اللي كيقول لك الحراك المبارك المقدس ما وصلش لشي حاجه، وصل، وصل يفضحك، يفضح محمد السادس الارهابي القاتل، مغتصب الشعب، مغتصب الشعب ومغتصب الشعب، نعاودها، ومفقر الشعب. القصور مليار في النهار، مليار في النهار، هذا ماشي طاغيه، هذا ماشي طاغيه، هذا ما نعرفوش انا والله العظيم. شي مرات كتقول واش انس ولا جن اللي كيحكم؟ شيطان، شيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان كيدير تما، وكيدير هنا فوق الراس ديالو، ان تنصروا الله ينصركم، والله دايرها فوق الراس ديالو ولا مور الراس ديالو. علاش؟ واش من المعنى ديالها هذه؟ دخلتوا الشرك في اي مكان، واش بغيتوا ربي عاد يبارك في هذا الحكيم هذا؟ واش صح لكم الله تعالى يبارك في هاد الناس؟ راه كل شيء راكو كتشوفوه بالعينين ديالكم. بقاو غير شي وحدين، البعض ديال الناس كيقول لك راه محمد السادس ايوا راه هو ما عندوش الخبر. ما عندوش الخبر فضيحه، الا عنده الخبر فضيحه. ما عندوش الخبر، كيفاش ما عندوش الخبر؟ العالم كامل رد الخبر باللي 10,000، انت 10,000 واحد يخرج لك من الشعب ديالك ما عندكش الخبر؟ تمشي تموت، دير شي كورداج يجي في راسك، روح انتحر، تموت، تموت. راه الشعب راه مسؤوليه، مسؤوليه. الا غير واحد بقى ما كلاش في الاماره ديال المؤمنين، ما كانش وياك الامير عمر بن الخطاب كان يدي الماكله على الظهر ديالو للناس. شي كاملين يدور دوره كامله، ولكن المعنى، المعنى كتبقى ديال الانسان التقي اللي كيعرف، اللي كيخاف الله تعالى ويحترم الشعب ديالو. ما حنايا راه ما عندنا حتى مشكل. تحياتي لك اخي من الصحراء الغربيه. شكرا الاخ، تحياتي لكم حتى انتم الصحراء. لما ليها شكون يحكم علينا المرض؟ حنا علاش قلنا نهضروا معاكم عاوتاني نهضروا اليوم؟ شفنا هذا المنكر من كتشوف هذا الاخوان، مليار، مليار في النهار، مليار، اوه مليار، وخوتنا كيموتوا هما الفلايكه هما. من كتدخل لهنايا غادي نرجعوا لكم، كاين اللي يقول لك على من كتهضروا هنا، اسمحوا لنا، من كتهضر هنا مليار في النهار. وشوفوا واش كيديروا هما، شوفوا غير باش نعرضوا الدلائل. مليار في النهار كيقول لك الله يزيد له. شوف، نشاط قوارب الموت ينتعش بسواحل المحوسمة. شوف، تشهد سواحل الحوسمة على امتداد الأسابيع الماضية تزايد قوارب الموت خارجة في التراب الإقليمي صوب الديار الإسبانية. واش هذه معناها؟ عطينا لكم غير كسميتو، الناس كتموت ها هما خارجين بالفلايك، وواحد كيخسر مليار في النهار. راه قاعد في القصر، موت في البحر، تقتل، يجي فوق دانيال عطاه الفلوس خرجوه اغتصب 11 بز. الناس راها في الحباسات 20 سنة، راهم في 4 سنين ولا 5 سنين ما دالهم، ما دالهم خبر. الريسوني راه كيموت، والاخوان ديالنا الناس كتموت، ما كاينش. الاخوان ديالنا في الصحراء ما عندهم الماء، كيتمشاو هاد الديكتاتوري باللي عليهم كل طريق البحر، دا كلشي دا اللي في البر واللي في البحر، كلشي فين ما تمشي تجبر اليد ديالو مغمسة بالدماء، مغمسة، يغتصب الأطفال، يغتصب الكبار، يغتصب الصغار، ما عنده حتى شي طريق. الله أعلم هاد الناس هادو اللي حاكمين واللي راهم عاد يدافعوا، كيقول لك الله يزيد له. فاش الله يزيد له؟ ها هما الناس راه كيموتوا في البحر، ها هي وياك، ها هي مصرحة بها، ها هي اللي بغى يدخل القنوات يروح لهسبريس، يروح لأشكاين، كتجبر هنا تشهد سواحل الحسيمة على امتداد الأسابيع الماضية تزايد لقوارب الموت الخارجة من التراب الإقليمي. كيفاش يقدر تقول التراب الوطني؟ كيفاش يقول هذا الوطن هذا؟ كيفاش هذا الوطن هذا؟ أنا ما فهمتش هذا الوطن اللي راك يهضر عليه. الوطن بدون مواطن ما يتحسبش وطن.
الوطن كما نقولوا، البلاد مزيانة، الطبيعة مزيانة، الشجر مزيان، الحجر، ولكن الحكام بزاف. واش 49 قصر والناس هما في فلايك كيموتوا؟ هيا كيخرجوا تقارير بديك البلاد، وياك الاخبار القنوات الصرف الصحي وكتهضر على هذا الشيء، تقول لك بزاف كثرت الهجرة بزاف. باش كثرت الهجرة؟ باش كثرت الهجرة؟ جبد القصور، الفلوس، القصور. هو عندك القصور، هو بال السادس، يا الارهابي يا القاتل لعنه الله عليك. من كتشوف القصر فيه 70 قطار هنايا في فرنسا، وكتشوف بنادم مرمي في البحر، تقول لا اله الا الله محمد عبده ورسوله، ويخرج لك رئيس الحكومه ما يحشمش، يقول لك راه المغرب خير من فرنسا. يقولها لسيدك، قولناها قبل، قولها لسيدك اللي هو بال السادس. روح عند هو بال السادس، قول له ودي علاش شري القصوره في فرنسا، ولا فيكم النفاق. وانا كنقولها لهم، مش هذا اللي يمشي ينتمي لشي حزب، ولا يقول لك ذاك الحزب خير، احزاب ديال الشيطان، احزاب نتاع الشيطان. بعد انا نقول لك الدوله المغربيه اللي يمشي يرمي راسه راه غادي يرمي راسه في جهنم. الاخوان كيما ما كانش النوع ديالو، كان في الحبس ولا ما كانش في الحبس، ولا كان فوق السطح ولا تحت السطح، يا اللي ينتمي لشي حزب سياسي ينتمي لحزب الشيطان، كيدير اللي ديالو في الركوع، يدير اليد ديالو مباشرة وغير مباشرة، يعني الغرض ديالو يمشي يركع، يعني راه ركع صافي. الأحزاب السياسية ما صالحاش، مي حد كيحكم واحد الظالم، واحد الفاشي، واحد الانتهازي، واحد ديكتاتوري، كيفاش انت تكون موراه وتساندو في الأحزاب السياسية؟ كيفاش غادي تحاسبو؟ أحزاب الشيطان. حنا الحزب ديالنا حزب كيما نقولو ديال الكلمة ديال الحق، الحزب ديال الكلمة ديال الحق. الشعب عارفين الهموم ديالو، الشعب عارف الهموم ديالو، ما يحتاجش لي يمثلو، ما يحتاجش كذاب، ما يحتاجش منافق. الشعب راه كيموت، دايما تكذبوا عليه، عادي يجي واحد خير بالاخر، الاخر خير بالاخر، الاخر اللي ما تبدلش هو بال السادس، اللي ما تبدلش هو بال السادس الارهابي، الارهابي محمد السادس. 49 قصر، مليار في النهار، وهو قاعد لك راه يضرب لك في القصر تما فاس، خرج مره ولا زوج اللي خرج، علاش تزير عليه الحال؟ متزير كيجيو له غير الخبرات، ولكن ما على بالوش، عنده المخزن ديالو اللي كيحضيه. وبصح الشعب بغى يموت، ما كاينش كاع اللي يهضر عليه، اللي يهضر عليه يا الحبس يا ما يدخلش لديك البلاد لا والو. ومين يقول لك دروك شي احزاب سياسيه بقاو يلعبوا دوك اللعبات نتاع قوش ضربات؟ ايوا حنا غادي نشوفوا اللي يدخل للحبس، ولا اللي يدخل على الحراك، ولا اللي يدخل يخرج بالحبس. انا نقولها لكم والله يكون ليكم، يا اللي يحط يد ديالو في الاحزاب نتاع الشيطان، الله حتى يتفضح ويبقى عاهه مستديمه على في الاذهان والاذقان ديال الشعب الحر، يبقى في الاذقان الاولاد ديالو. وهذا كتمشي واحد الصفه، كاين اللي يرث، كاين الارث نتاع الكلمه ديال الحق، كاين الارث نتاع الكلمه ديال الصدق. بصح الا تورث انت يا بلي باك كان في حزب سياسي وانت ما وكيمشي للبرلمان لهذوك اللي كان ركعوا له بال السادس، عادي يتبعك الى يوم الدين، عادي يتبعك تكون مع دوك الناس اللي كيامنوا باللي محمد الخامس كان فوق القمر، عادي توليو بدوك الناس بغير مباشره، كتبعوا ديك الطريق هذيك. واش خلاو هذا النظام العلوي باش كتبعوه؟ خلاو اغتصابات، خلاو تقتيل، خلاو كاين يقول لك الحمايه، ودار الحمايه وياك دار الحمايه سلم. الى رجعت للتاريخ عندهم كلخ، الا رجعت للمستقبل عنده المستقبل، الحاضر الحاضر مكلخ، اي حاجه كدير فيها اليد ديالك. دروك القنوات العالميه كيقول لك عنده الملايير والشعب ديالو كيموت، علاش داروا هذا الشيء هذا؟ دروك كيفاش الناس كتموت في البحر، وهذا السيد عنده الكونتات، عنده الفلوس، البنوك عامرين بالفلوس ديال محمد السادس. غير يكتب حتى يصبح الحال، انت اللي راك تكتب عشاء محمد السادس غير يكتبها حتى يصبح الحال، النهار فاش تبلع العينين ديالك شوف واش من نفعك. من يجي عندك ملك الموت، من يجي عندك الملك الموت بالاجنحه ديالو يجي يدي النفس ديال الانسان، روح انت يا قول له ودي محمد السادس يجي ينوض يسلكك، والله ما يسلكك حتى شي واحد. شاد الحكام هادو والله يكون ليكون، والله لا نخاف لومة لائم، واللي كنقولها احنا والله ما يكون الصدق. الصدق النضاله الاخوان، الصدق عرفتوا شنو هو الصدق؟ الناس راها كتموت، القوارب ديال الموت، ولكن الحمد لله الاحرار والحرائر فضحتوا ذاك النظام، ولا غير كيدير شي حاجه تفضحوه ولا يتنوى في راسه صافي، ولا تزير عليه الحال. لو كان ماشي نتوما ما نعرف واش تايزيد يدير، لحقاش الحمد لله هاد القنوات هادو نتاع الاحرار فضحوه، فضحوه ذاك النظام، فضحوه هو ديجا مفضوح، ولكن الساعه ديالو وصلت. كما كنقولها للاخوان ديالنا الصحراء، ما عندناش المشكل معاكم، واي واحد يقول لك بيناتكم ولا الرئيس، والله يوفقكم، الله يوفقكم للطريق الحق،
والله وفقنا حنا وجميع كل واحد كي ما يبغيش الذل والعبودية. كنقولها اللي ما كيبغيش، وقلتها في الأول ونعاود نقولها يا نضرك، الشعب الصحراوي عزيز عليا لأنه ما كيضربش في الشعب. الشعب الصحراوي كيضرب في النظام العلوي والعياشة وهذوك اللي دايرين به، ما كيهاجموش الشعب. هذاك تعرفوا باللي صادق، صادقين في النضال ديالهم. هذا كل شيء راه بيننا الإخوان. نتمنى تسمحوا لنا إلا طلع هذا الشيء هذا، والله إلا كيمرض لك القلب. مين كتشوف هذا المرض هذا ديال عاد حاكم ناعس، ما يخرج بتقرير، ما يخرج يهضر، حتى الهضره ما يعرفش، ما يخرج يهضر. واحد يقول لك الدراكين اوروبا يخرج، ما تلف لهم العش، ما بقى لهم محمد السادس بقى في الوسط، بقى لهم غير هذاك واحد بيلي راه في الوسط تما. الجزائر المشاكل، الصحراء، الريف، اسبانيا مع الشعب المشاكل، مع المانيا، مع بلجيكا راها تهضر عليه، هي حتى ايطاليا بدات تهضر عليه، هولندا، العالم كامل عنده الخبر. واش كدير، واش كيدير هذا، وباللي عنده الفلوس في بنما وعنده الفلوس في سويسرا وعنده القصور والشعب ديالو يترمى في البحر. خصنا نشوفوا الحل هذا السيد، ولكن الحل تفضحوا الفساد، والنصر يأتي من عند الله بمشيئة الرحمن. اللي كيقول لك راه قلناها نعاود نقولها، اللي يقول لك الله يزيد له يوم اللي كيتكواو في نار جهنم، كما نقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سوف تحمى عليهم في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النار ديال يوم القيامة ذاك الذهب، شوف واش غادي يسلك كهوبال السادس، واش غادي يسلك بحال اللي سلك الحسن الثاني، واش سلك محمد الخامس بالموت، واش سلك الحسن الثاني بالموت، واش هذاك حافظ عبد الحافظ ديالكم، ولا ذاك الامراء اللي فاتوا، ولا ذوك الملوك ديالك وذوك جدودك سلكهم، ما يسلكهم حتى شي واحد. هذه هي الهضره اللي كنقول، نتمنى الحريه للمختطفين، نتمنى الحريه للشعب باكمله. الشعب فوقاش غادي يدي الحريه النهار فاش غادي يسقط هذا محمد السادس الديكتاتوري، هذا العلوي اللي راه في القصوره كيتمتع والشعب راه يموت في البحر، راه ما على بالوش، ما يخرج بتقرير ما دايهاش. فين راه شعبي العزيز؟ فين راه شعبي العزيز؟ ها هو شعبك العزيز رميته في البحر، ولا فيك النفاق، فيكم فيك الكذوب. الا لعنة الله على الكاذبين الظالمين. تبقوا على خير الاخوان، لقاؤنا يتجدد في ايام اخرى بمشيئة الرحمن. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، ما تثقوش في الاحزاب السياسية، احزاب الشياطين، احزاب الشياطين بالتاكيد الاخوان. ما كاينش اللي كيقول له محمد السادس بالك من تما، ما كاينش اللي يقدر يهضر، كل شيء واحد اللي فيه النفس يقول له واخا يضحي تضحية. كاين اللي يقول لك لا يديوه، ايوا لا يديوك، ما تطلعش، ما تطلعش الاحزاب، ما هو شي واحد يمشي يدير الصبع ديالو في الاحزاب السياسية. انا نقولها لكم كيكون في اللائحة السوداء عند الأحرار، اللي يمشي ينتمي لشي حزب سياسي راه في اللائحة السوداء عند الأحرار، لا للدكاكين السياسية، لا لأحزاب الشياطين اللي كيمشيو يركعوا لهذا الهبال السادس اللي يمشي يهود لهم الراس وينخرط معاهم، سواء عندك 20 عام ولا عندك 100 عام. والله ما نعقلوا على شي واحد، لا ليست نوار، كل واحد اللي يكون عنده واحد لا ليست، واحد اللائحة السوداء. احنا اللائحة السوداء هاد الأحزاب السياسية اللي تابعين للهبال السادس، اللي يدير تما الصبع ديالو صافي يبقى إلى أبد الآبدين. تبقوا على خير الإخوان، الله يحفظكم. تحية نضالية، نشكركم واحد واحد الإخوان اللي دخلوا. تهضر على حقك يصيفطوك، هو الأخ قال لك تهضر على حقك يصيفطوك ب 20 سنة، تبغي السبيطر يصيفطوك ب 20 سنة؟ هذه دولة؟ واش هذه دولة؟ هذه دولة بينت العالم اللي ما صالحاش سبيطر 20 سنة. ايوا نوض انت عاد بغي حاجة أخرى، بغي الخدمة وبغي تحاسب المسؤولين، وهذاك ما تبانش. إلا بغيت السبيطر 20 سنة لعنة الله على الظالمين. لحقاش هذاك عنده السبيطر؟ محمد السادس كيقبض كيمشي لفرنسا يتمتع تما، القصر ديالو والسبيطر ديالو، عنده أطباء ودي بروفيسور سبيسياليست كيعالجوه غير هو والعائلة الهلكية، ما عندوش، ما دايرش حتى في الدولة ديالو. يعني مين كتشوف واحد الحاكم مستبد وواحد الحاكم ما صالحش، ما قدرش يدير حتى سبيطر فين يداوي راسو. تبقوا على خير الإخوان، إلى لقاء آخر بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.